مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء العربية الفريدة التي تتميز بمعاني قيمة ورفيعة. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم بكر. بكر اسم علم مذكر من أصل عربي، وقد جاء على صيغة المصدر من الفعل بكر إلى يبكر، بكرا فهو باكر، يقال بكر إلى عمله أي عجل إليه. والبكر من الرجال هو الإنسان المبكر في الاستيقاظ، السابق والمتقدم، الفتي اليافع. وأما البكر بكسر الباء فهو أول كل شيء وأول ولد للأبوين، والعجراء من النساء، والرجل لم يتزوج، والفتي من الإبل والفتيان. وقد يسمون به بالإضافة أبو بكر بمعنى صاحب السبق والتقدم. صفات حامل هذا الاسم: إنسان بارز في محيطه ويبحث عن كل عمل ينشر ذكره الطيب، كريم وصاحب أدب وأخلاق، يحسن معاملة الصغير قبل الكبير، رفيع الذوق ويتميز بالأناقة والتألق، رقيق الطباع، لين الجانب، عميق التفكير، مهذب ولبق في كلامه وجميل في شخصيته وفي تصرفاته، هجومي على من يستفزه ولا يقبل ما فيه إهانة له أو انتقاص من قيمته. وهذه بعض الأبيات الشعرية: يا بكر النور في ليلي المظلم، وبكر الفجر في يومي المتعتم، في صوتك نغم يروي روحي، وفي عينيك بحر يعصف بشجون، يا بكر البسمة في وجهي المشرق، وبكر النسيم في روحي المترفرف، يا من أضاءت حياتي بلقياك وانتعشت روحي ببعض بصماتك، بكر أنت في كل حرف ونسمة وفي كل بيت شعر ونغمة. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم بكر؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.